متجر طلاء توم. يا صغار، أين أنتم؟ أتساءل أين ذهبت السيارات الصغيرة؟ إنها أنت صغيرتي بيكل، لقد أفزعتني. هل تريدين أن تتحولي إلى نينجا؟ تريدين ذلك؟ لما لا تزورين متجر طلاء توم؟ يمكنه أن يجعلك تبدين مثل النينجا تماماً. هاي، انتظرينا. مرحباً توم، الصغيرة بيكل لديها سؤال لك. لا تخجلي، الصغيرة بيكل تود أن تتحول إلى فتاة النينجا اليوم. هل يمكنك مساعدتها؟ ما رأيك توم؟ هل يمكنك فعلها؟ يمكنك ذلك؟ مذهل! لنبدأ العمل. ماذا علينا أن نفعل أولاً توم؟ نقوم بطلاء صغيرة بيكل بالأسود؟ فكرة رائعة! هل سنحضر الطلاء؟ أحسنت عملاً توم! بهذه الطريقة سنتمكن من رؤية عيني بيكل الجميلتين! ممتاز! ماذا نحتاج للنينجا أيضاً؟ عقال الرأس؟ هذا صحيح! هل لديك واحد توم؟ ها هو! مذهل! هل لديك أي إكسسوارات نينجا إضافية توم؟ لوحة ألوان؟ لما تحتاجها؟ تريد أن ترسم سمكة الكوي كارب على صندوق بيكل؟ واو! هل هذا كل شيء توم؟ سيوف النينجا! هذا رائع!
انظري صغيرتي بيكل، هل أحببتهم؟ أحسنت عملاً توم. واو، تبدين مثل النينجا الحقيقية. ودان توم، نراك لاحقاً. متجر طلاء توم. القطار تروي يبدو في مزاج جيد اليوم. مرحباً تروي، ما الذي جعلك سعيداً هكذا؟ لقد عدت للتو من الشاطئ؟ جميل، وأين تتجه الآن؟ واو، يا له من يوم ممتع. في البداية توجهت إلى الشاطئ، والآن توم قادم ليقوم بطلائك. إنك محظوظ. مرحباً توم، هل تقوم باختيار بعض الألوان من أجل تحول تروي؟ لا تعرف إلى أي شخصية ستحوله؟ ربما يمكنك تحويله إلى إحدى الكائنات البحرية، لقد عاد للتو من البحر. توم، هل أنت متأكد أنك تحتاج هذا؟ نعم، هذا ما نحتاجه. فكرة رائعة! ربما ستحتاج اللون الأسود لطلاء بعض التفاصيل أيضاً. ربما عليك أخذ فرشاة كبيرة وفرشاة صغيرة من باب الاحتياط. ممتاز! هل هذا كل شيء؟ بالتأكيد، صندوق لاصقاتك. ماذا يوجد بداخله؟ رائع! هل ستقوم بتحويل تروي إلى سمكة قرش؟ تروي، توم سيقوم بتحويلك إلى سمكة قرش. انظر، لديه أيضاً أنف القرش. توم يريد أن يدور حول منصتك حتى يتمكن من تغطيتك باللون الأساسي. الآن افتح عينيك تروي، اللون التالي فقط لمنطقة الوسط. الآن نحتاج بعض التفاصيل.
ما هذا توم؟ أوه، إنها خياشيمه. إنها الطريقة التي يتنفس من خلالها سمك القرش وبقية الأسماك تروي. هل تعلم ذلك؟ والآن يريد توم أن يضع لك بعض العلامات المميزة. تبدو مذهلاً تروي، لكن ينقصنا شيء. توم على حق، تحتاج بعض الزعانف. هكذا أفضل، تبدو مذهلاً تروي. أراهن على أنك تريد الذهاب لتتباهى بشكلك الجديد، أليس كذلك؟ هذا يبدو ممتعاً توم. تروي سيعود إلى الشاطئ، هل تود الذهاب معه؟ أنت محق، تحتاجان نظارات شمسية. استمتعا بوقتكما واسترخيا في الهدوء. نراكم في المرة القادمة. Uh-huh.